المكتبة الوطنية في باريس، وموجودة هي عندنا حتى في تونس المكان، حتى العلامة حسين حسني عبد الوهاب حط يعني مكتوب في إسماعيل يدخل المحتوى. أنا أجد أنا شخصيا محتوى مختلف في بعض الأمن. هذا الملتقى الذي جاء احتفاء بمناسبتين تاريخيتين هامتين، الأولى تتعلق بمرور 120 سنة على تأسيس مدينة وهران، والثانية بمناسبة مرور 231 سنة على تحريرها من الإسبان سنة 1792. طبعا هذا الملتقى الهدف منه إبراز مكانة هذه المدينة التاريخية العريقة، وأيضا إبراز الموروث التاريخي والمادي لهذه المدينة عبر الفترات التاريخية. شارك من داخل الوطن 36 مشارك وباحث من مختلف جامعات الوطن، من جامعة الجلفة، جامعة تيار، جامعة بليزان، جامعة قسنطينة، جامعة أمير عبد القادر بقسنطينة، المدرسة العليا بالأغلاط وغيرها من ولايات الوطن، أيضا في جامعة وهران 1 و2. بالنسبة للخارج الوطن شارك معنا 5 باحثين، 3 من مصر، وأستاذ باحث من جامعة منوبة تونس وهو حاضر معنا اليوم، وأستاذة باحثة في جامعة أليكونت من إسبانيا. بالنسبة للمشاركين في الخارج كانت المداخلات عن طريق تقنية الفيديو، باستثناء الأستاذ الذي شرف ربيح حضوره من جامعة منوبة تونس، الأستاذ إبراهيم جزلة المختص بالتاريخ الوسيط. تحدث عن وهران كانبعاث، لأن المدينة كأصل كانت موجودة قبل ذلك، حتى في الآثار وعلم الآثار يثبت أن المدينة كانت موجودة في مواقع كثيرة مثل الطيوة التي كانت تسمى بورتوس ماغنيس أو مدينة المرسى الكبير بورتوس كيفيني وحتى الأندلس. إذن المدينة الإمبراطورية نتاعها، لعل الذين سبقوني تحدثوا عن ذلك، أنها كانت سنة 290 للهجرة على يد تجار أندلسيين، وبالتعاون مع قبيلة إزداجة من بني مسكن، هي فرع من نفسها. المدينة هذه بدأ تواجدها محتشما ولم تظهر كمدينة مثل المدن الكبرى العواصم التي مثل مدينة تيهرت مثلا أو مثل مدينة تلمسان السيان، باعتبار أنها كانت منطقة أو مدينة ساحلية، والمدن الساحلية كان الصراع حولها على أشده خاصة في الفترة الفاطمية. أستاذ بليل محمد، أستاذ تعليم عالي بجامعة تيهرت. الحقيقة كان لنا الشرف أن نشارك في ملتقى دولي حول تاريخ وهران عبر التاريخ، وتخصصت في التاريخ المعاصر حيث كانت مداخلة حول المنغرافية الاستعمارية لوهران، حيث تطرقت فيها إلى المنغرافية الإدارية ثم المنغرافية الاجتماعية والثقافية، وأبرز تحولات المجتمع الأهلي المسلم الجزائري الذي ركز في ذلك الوقت بإحاطة بوهران والسكن فيها، خاصة بمنطقة المدينة الجديدة وحي الحمري والحي العربية، حيث تأسست هناك زوايا وكتاتيب وجوامع ومدارس قرى. وفي القرن العشرين من 1950 تكلمت المنغرافية الاستعمارية عن النشاط الكبير للمدارس الحرة التابعة لجمعية علماء المسلمين الجزائريين أو التابعة للحركة الوطنية، أو تلك الزوايا والجوامع والنوادي التي أسستها الزوايا عبر هذه المناطق. أيضا تطرقت المنغرافية الاستعمارية إلى المجتمع الوهراني المسلم بعائلاته الكبرى بشخصياته البارزة والتحولات والتطور، بعدما كانت مدينة وهران مدينة أوروبية عفوا في 19 أصبحت مدينة إسلامية أوروبية في القرن العشرين. كما تطرقت المنغرافية الاستعمارية أيضا إلى التحركات والتحولات السياسية لوهران بدءا من 1926 بوجود أحزاب وطنية كالبيبيا فيما بعد عن الحرب العالمية الثانية كما يدمع الامتياز وأيضا العلماء، وبالتالي حوصل لهذه المداخلة كانت محاولة لإبراز تحولات المجتمع المسلم في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية.